والله هون بيت الأستاذ لطفي العكيان. شب، شو لازم نساوي؟ لازم نفس حركات سعاد حسني. سنور، مساء الخير. مساء الخير. والله هون بيت الأستاذ لطفي العكيان. كعيان. كاتبين العكيان كتبوا لي. والله هو هون؟ لا لسه ما رجع. عفوا، بس انا كانه بعرفك، شايفك قبل بمره. شايفني؟ لا مستحيل، لانه انا من البيت للبيت يعني ما بطلع. ايه هلا. ايوه، انتم امبارح مو طلعوكم بالتلفزيون؟ ايه. انت بنته للبطل لطفي العكيان؟ ايه كعيان. الكعيان. طيب انا، لانه انا لازم امشي، عرفتي؟ بتعرفي يعني، بس بالاول معليش اعرف اسمك يعني، اذا 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 ما في اجعاز. إيه لا ما في اجعاز. انا خنساء وعزبه وجامعيه، ومن هواياتي المطالعه ومشاهده الافلام الهنديه. ايوه، هو وانا كمان ابو العز وعزبه او اعزب واحزب. ايوه. طيب انا هلا لازم امشي، لانه هو مو موجود. فانا معي معليش اخذ رقم تليفونكم مشان احكي مع السيد لطفي. فيك رقمنا 6-8. عفوا بس اتذكره، لانه انا ما بدق اللي هن بدقوا لي. 6-8-1 6-9-6-8-1-6-9. وصفة سعاد حسني ما زبطت. طيب نغير. شو صار لك أبو العز؟ والله ما بعرف، كأنه هيك خبطتني خبط. شو بساوي؟ ما بقول لك شي حركة لحلة. ايه والله بيتلحلح، ايه والله بيتلحلح منيح. مشي نوقف وبعدين نتلحلح. ألو، إذا ما رح ترد روح سكر. لا 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 تسكري، الله يوفقك. أنا بس كنت عم أتأكد من صوتك. مين حضرتك؟ أنت خنساء مو والأنسة خنساء؟ أي أنا خنساء. مين حضرتك؟ أنا شوفير الميكرو اللي كنت عندكم من شوي. أبو العز، أهلا وسهلين. بس بابا لسه ما إجا. لا أنا مو مشان البابا، أنا بس حبيت اسمع صوتك. ليش بدك تسمع صوتي؟ لأنه حلو 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 صوتك. وأنت يعني أنا يعني يا ريت فيني أشوفك مرة تانية. اسمع أبو العز، إذا ناوي تتسلق أنا مو خرج هيك شغلات، لإلك وحدة تانية. أنا لا لا، الله وكيلك وحياة شرفي. أنا قصدي شريف، أنا يعني مو تبع هاي يعني. شو يعني؟ أنا لا بدي ألعب ولا بدي أطلعها. واللي قصده شريف بيغازل على التليفونات ولا البيوت من بوابة. أنا مستعد هلأ أطلب إيدك من أبوكي، بس أنا قلت يعني بالأول تعرفيني وبعرفك يعني مشان هيك، مشان الله. أبو العز إجت أختي. باي باي. لا 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 تسكري. منيح أبو العز،
ايش بعرف؟ والله ما بعرف. جعبالي الحلو. اي والله جعبالي الحلو. بحبك سعاد حبيبي، بحبك. أنا ما قدرت. حاب اقول لك شغله، انا حبيتك كثير. كلهم ساعتين، معقول خلالهم حبيتني؟ ساعتين من اول ثانيتين طبست فيكي، وانا مستعد هلا 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 الليله اتجوزك. مو على اساس حابب نتعرف على بعض بالاول؟ ستي نتعرف على بعضنا بعدين لاحقين، المهم هلا انا لازم اخطبك. شو رايك؟ هالحكي مع البابا مو معي. طيب امتى بيجي البابا؟ ما بيتاخر. طب ليكي انا عم حكيكم من تحت بنايتكم، اول ما يوصل ابوكي راح وقفوا على باب الدرج واطلب ايدك منه. شو رايك؟ مثل ما بدك ابن عمي. ابن عمي؟ تسلم لي ربك يا بنت عمي. انت خلينا نسكر، كتير طولنا. لا لا لا، ليكي ليكي قبل ما تسكري الله يوفقك. اسمعي، أنا كل يوم الصبح رح أجي وقف تحت شباككم وزمر لك زمور طويل متقطع معناتها صباح الخير يا حبي. إيه؟ أبو العز لازم نسكر، إجانا ناس يمكن. باي باي. نعم. خنساء هون بالله؟ خنساء حاف. مين عمتي؟ قال واحد بده ياكي حاف. مدحنا القط عم نط. مرحبا عمتي. تشرف. بس بابا لسه ما اجا. معلش اعطيكي هاي بين ما يجي ابوك. شو جابك؟ ترك لي ابي يوم. مو جاي لبيت، مو جاي لبيت. عمي وعمي بحاسين لك ويعشن. تهلا وطوا صوتكم، دي نام فارط من نعسي. انا بدي نام. حقك عمي، تفضل. يلا يلا عمي، انت والله تعيب ولازم ترتاح. عمي مين انت؟ لا شايف الوش، ما عم بتذكرك مين انت. انا يا توبر قلبي، هذا ابو العز شفير الميكرو اللي رجع لك الميكرو. ايوه تذكرتك انا. يا بابا العشاء جاهز، بتحب تتعشى؟ راح موت من جوعي. وين الاكل؟ صبر اخي يا خييسني. يلا شوف شوف هالمقوصات، نهنا ولا خالك نهنا. نعم ماما. شو طابخين؟ جوعان؟ ما دخلك، وانت مالك اكل. تعال معي لشوف. شو برقبتك ابو العز؟ لا ولا شيء، بس الوالد ما شاء الله معزم شوي. لنكون ازعجناك؟ لا لا لا، ولا يهمك. ولو اهلين اهلين. تفضل. لا تفضل تفضل. ايه ماشي.